بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف هنا: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: تتلو جلي أك زكاة أك فير توحيد قوله تعالى: وما أمروا برام من ما أمروا ديغلي فول نيتني كي مبولم شريعة إلا ليعبدوا الله لدلنيو جامو يالا مخلصين له الدين يسلل لكو جاموك حنفاء يدمو سوري باي شرك دغمل التوحيد ويقيم الصلاة يتخول جلي ويؤتوا الزكاة جوخي أذكا وذلك دين القيمة لولمو دين بجب. من ركن الثاني جلي موي التعبد لله جاميا بأفعال وأقوال كأي وخك أي جف مبتدأة بالتكبير يتمبلي الله أكبر ومختتمة بالتسليم ييجيخي السلام عليكم وهي عمود الدين وكنبتي ديني وقد فردت من الله مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم لنكو فرطة الجنونتي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دركتما جبريل دخول تندقنت وذلك لولنك حين أرج به إلى السماء جمن بن كرانياني يبوكو كو أسمان. الزكاة لغة هنا هي الإنماء والتطهير. الإنماء ما يك والتطهير أقلاب، وهي نوعان: زكاة نيارلا، زكاة بدن وزكاة مال. زكاة بدن مم لنجد زكاة الفطر، زكاة مال مم زكاة بين خمس نفرة لما. ودل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ينيقم كتب فرطال نجي عليكم تين الصيام كور كما كتب على الذين من قبلكم كم لين كفرت عليهم تجيل جيت لعلكم تتقون جنجن أميتي رجل يلا. الركن الرابع الصيام لغة الإمساك مهتي جب وشرعا بليك مه التعبد لله وينك تلا بالإمساك تنيت كمتي بفهم المفطرات كليب لي دكور لك نان سي لب لي دكور ما أني مو عندك ينك كان من طلوع الفجر كي فنكوب فجر نهار البنك الى غروب الشمس بناج بدوك صور. والصيام كار من افضل انواع العبادات دا بوك سي فاصون جامو يالا يغنا ماك الاجتماع انواع الصبر الثلاثه فيه غير كار دافتي نيك خيتو مون يدي نيت نوم تي نيك موي كار دافتي نيك صبر على الطاعه غير يالا موكو ديغلي دافتي نيك صبر عن معصيه انا المعصيه غير نيكي من نبوتو لك تي كين دو سي خم دارا والصبر على قدر الله كور من تومبي سي جامونو بو خمانتاني بيتيك بي تانغور بي دافاي متي بيتيك بي غود ولا يمل نون تي لولو سي نوغول يالا لاي دوب. ومن اعظم شاني ومن عظيم شأنه أن الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه جزاء الصائم. ليون ما غايب كورنك ني بروم تبارك وتعالى دكو اسكنل دفا اسك دكو اسكنل بوبم وقت من موميت موكاي فاي كوم نم ديكي تي حديث. الركن الخامس ودليل الحج موي تتلو اج قوله تعالى يلمني ولله على الناس بمعنى يلا فرطال نتي نيتني حج البيت اج تي نيغم كي من استطاع اليه سبيلا كيب نك كوتي ام كاتن سبيلا او يوم كيب كوتي ام كاتن مو خم كاتن على الله كاتن يرم سبيلا تميت مو خم يوم بي وا تي ديم اك ديك. ومن كفر كيب كو ودي اج فإن الله غني عن العالمين يلا كات كوامل وريث من دافوني